بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بنرحب بالاستاذ الدكتور اسلام أبو محمود شوقي رئيس نور جمعيه القلب المصريه، نور يا باشا. والاستاذ الدكتور سامح شاهين رئيس الجمعيه الاسبق والمسؤول عن المشروع ستنت فور لايف في ايجيبت وفي افريقيا ان شاء الله. وبنرحب كمان بالاستاذ الدكتور محمود يوسف رئيس القسم الاسبق ورئيس رابطه اطباء القلب بالدقهليه، دخل أهلا معانا دكتور محمود. دلوقتي دكتور سامح، ازي سعادتك؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا باشا؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وطبعا برحب بكل الزملاء اللي متواجدين، الدكتور نادر، الدكتور عبد الله، الدكتور احمد بدير، الدكتور عادل، الدكتور شادي، والزملاء في ايكوم. وان شاء الله يكون يوم علمي مفيد ويكون بدايه لانطلاق ان شاء الله المشروع ستنت سيف لايف في الدقهليه والمنصوره ان شاء الله. دكتور محمود لو يحب يقول كلمه برضو للناس قبل ما نبتدي على طول اللقاء. شكرا ابو حميد، وطبعا كل الشكر للاستاذ الدكتور سامح شاهين على الدعوه الكريمه يعني، والاستاذ الدكتور اسلام شوقي، وبشكرك طبعا ابو حميد على المقدمه، وبرحب الساده المدرسين اعضاء المنصوره يعني، ونتعشم المنصوره بقى لها كالعاده دور مهم باذن الله يعني. والف شكر للاستاذ الدكتور سامح شاهين، وربنا يكرمنا ان شاء الله. الله يخليك دكتور محمود، الله يخليك. دكتور نادر يقدم الاستاذ الدكتور سامح شاهين علشان نبتدي اول توك ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا منورنا دكتور سامح بيه، وان شاء الله يعني تشوف المنصوره يعني ايه يعني متعاونه لاقصى درجه بالنسبه للبروجكت دوت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتفضل يا باشا. استاذنك يا عبد الله تقفل الشير من عندك عشان الدكتور سامح يشير من عندك. بالظبط كده. دكتور عبد الله شال. دكتور عبد الله. خلي الناس بتاع ايكم يقفلوا هم الشير يعني. جمانة او استاذ علاء لو نقدر نقفل الشير ده وندي الشير للدكتور سامح. عبد الله سمعنا؟ اذا عنده مشكله في النت فصل من عنده، بس طب الدكتور سامح لا يقدر يشير دلوقتي ولا لا؟ لسه برضه بحاول لسه. مش ما ينفعش استاذ عبد الله يعمل ستوب شير، او الجماعه الهوست اللي احنا عندهم هم اللي يعملوا. أيوة. كده استاذ علاء ايكم. نعم انا عملت ستوب شير. ايوه دكتور سامح ممكن يبدا ايوه مظبوط كده. تمام اتفضل. قولوا لي الصور وصلت. هو النت تقيل عند حضرتك بس كويس واضح بس. صوت صوتي واضح معاك يا احمد؟ النت مش كده كويس يا دكتور سامح، الصوت كده اوضح والصوره وضحت. ممكن حضرتك تمام؟ الحمد لله. اولا برحب بيكم جميعا في المنصوره، وانتم عارفين طبعا المنصوره هي كانت اللي احنا عاملينها، وبالتالي مش غريبه ابدا ان انتوا تكونوا فعلا من اوائل السنترز في مصر اللي بتدعم المشروع ده، مشروع ستنسيف لايف. واحنا ان شاء الله متعشمين واملين ان التعاون بيننا يستمر ويزيد باذن الله. النهارده انا هكلمكم بس احنا وصلنا لغايه فين في المشروع ستنسيف لايف كده عن اللي تم في السنين اللي فاتت. وحابب ان انا برضو استخدم شويه ارقام. دي ارتكل نازله جديد في اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي يا دوبك من كذا شهر، بتقول ان مصر يمكن نمره واحد على مستوى الدول الاوروبيه اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي في نسبه الكارديو فاسكولار ديزيز. النسبه حوالي احنا تقريبا بنتكلم 9%، يعني تقريبا 9 كارديو فاسكولار ديزيز في مصر. لو اتكلمنا على الاسكيميك بالذات يمثلوا حوالي 5.6%
من ال 100 مليون، يعني بنتكلم على خمس ديزيز. لو بنتكلم على الانسيدنس اوف ستامي كل، طبعا احنا ما عندناش احصائيات رسمي، لكن بنتكلم في المتوسط حوالي 100,000 حاله ستامي كل سنه. ما بتكلمش على اكيوت كرونيك سيندروم، بتكلم على الاكيوت كرونيك سيندروم ممكن يبقى 300,000 تقريبا، لكن الستامي تقريبا 100,000 حاله كل سنه. طبعا اول ما ابتدينا البرايمري بي سي اي، يعني دي ريبورت 2007 تقريبا، بنتكلم على تقريبا 2900 حاله برايمري بي سي اي في الوقت ده. طبعا النسبه المصريه كانت من اقل النسب مقارنه باوروبا. ستنسيف لايف انيشيتيف الحقيقه، يعني بنتكلم على تقريبا نقول 3000 حاله في السنه برايمري بي سي اي، بينما النسبه العالميه المفترض انها تبقى 100 لكل مليون، يعني بنتكلم على تقريبا 60,000 المفروض مينيمم 60,000 حاله برايمري بي سي اي بالنسبه لتعداد السكان بتاعنا. فاحنا كان في الوقت ده احنا ما بنعملش اكتر من 3000 حاله، لغايه ما طبعا استاذ دكتور محمد صبحي واستاذ دكتور عادل اتريبي وزملائهم والدكتور شريف برضو عملوا جهد كبير، شريف التوبجي طبعا، وعملوا الستنسيف لايف انيشيتيف. والحقيقه في الوقت ده حصل اكتر من فايده، ان السنترز اوف ستنسيف لايف زادت، اللي هي بقت تم طبعا يعني انجاز في الوقت ده. كمان انا اعتقد ان من اهم المكاسب هو تفعيل قرار العلاج بتاع دعامة الحياة للدولة، وطبعا الفيزيكال ايديوكيشن اللي كنا بنعملها، الكونتينيوس ميديكال ايديوكيشن، البابليك اويرنس، طلع منها اكتر من وان بابليكيشن. فدي الحقيقة في الوقت ده كان يعتبر طفرة كبيرة. احنا برضو نعمل عوقات في الوقت ده، ابتداء من البري هوسبيتال ديليز، ان البيشنت كان بيجي متاخر. طبعا اللاك اوف اي ام، النهارده احنا ما عندناش منظومه اسعاف قويه. التاخير اللي كان بيتم في الامرجنسي ديبارتمنت، في الامرجنسي ديبارتمنت الحمد لله قدرنا نتغلب على جزء كبير منه، بقى الناس عندها وعي ان عيان الستامي ده لازم يتعامل بسرعه. طبعا حالات القسطره زادت، لان مراكز القسطره ما كانتش متوفره، دلوقتي بقى في تقريبا مراكز متوفره على مدار الساعه. القسطره ساعات كان بيحصل فيها تاخير في الاكتيفيشن بتاعها، وكان برضو في بعض الاحيان الاكويبمنتس ما بتبقاش موجوده. دي كلها مشاكل كنا بنقابلها طبعا، ولغايه النهارده الحقيقه بعض المشاكل دي موجوده. لا مع الوقت البيبر طبعا المشهوره دي اللي حضراتكم شاركتوا فيها كاكبر مركز مساهم في الريجستري، باين ان 1500 حاله من اكبر في مصر، ستيل البرايمري بي سي اي كان نسبه حدد 49% واللي كان ثرومبوليتك ثيرابي، بينما طبعا النسبه العالميه كانت اكتر من كده بكتير. والاكثر من كده كمان ان المورتاليتي ريت في الان هوسبيتال مورتاليتي كان اعلى من اليوروبيان سوسايتي. احنا كنا تقريبا في مصر المورتاليتي ريت كانت 4.6%، بينما في اوروبا كان 3.5%. لكن الحقيقه اللي كان كمان استرعى انتباهنا ان احنا لو قسمنا العيانين للناس اللي عملوا برايمري بي سي اي، هنلاقي ان النسبه دي طبعا تعتبر جميله وماشيه مع النسبه العالميه، بينما الثرومبوليتك ثيرابي المورتاليتي ريت كانت اكتر، كانت 5% ان هوسبيتال مورتاليتي. وده يورينا اهميه ان احنا نحول معظم حالاتنا للبرايمري بي سي اي، بينما المجموعه بقى الاعلى مورتاليتي هي المجموعه اللي كانت نوري بيرفيوزد، ودي الحقيقه اللي احنا عايزين ان احنا نقللها او نتخلص منها تماما، انها معظم الحالات تبقى ري بيرفيوزد. طيب
احنا وقفنا بعد كده وقلنا طيب هاو كان وي امبروف موضوع دعامه الحياه، وازاي ان احنا ندخل في مرحله اخرى، وهي موضوع بقى ان احنا نعمل ريجنال سيستم اوف كير. الحقيقه ده مشروع احنا ابتديناه برضو يمكن بقالنا فتره شغالين فيه، ان احنا عايزين نعمل الهب اند سبوك في كل ريجن. يبقى في الهب المستشفى الكبير. في الارياف ممكن يدي ثرومبوليتك ثيرابي اللي هو الفارماكو انفيزيف، وده ماشي مع البروتوكولات العالميه. وشفنا قد ايه المشروع ده كان ناجح في اكتر من بلد، بالذات شفناها في وده كان يدل على ان حتى في الدول الناميه وي كان ستيل دو ذيس بروجكت من غير ما يكلف الحكومات تكاليف اكبر من كده. وكان طبعا الاعتماد على ان يبقى عندنا الهب اند سبوك موديل زي ما حضراتكم كلكم عارفين، وان الهب ده كان فليكسبل، ممكن يبقى تايب A اللي هو بيشتغل 24/7، ممكن يبقى تايب B اللي هو بيشتغل نص يوم زي في بعض المستشفيات لغايه دلوقتي موجوده بيبقى عندهم قسطره. لكن هو قريب فما بيش ترومبوليتك ثيرابي وبيحول العيان على طول بعربيات الاسعاف، او دي اللي هي بعيده بقى اللي هو ممكن يدي ترومبوليتك ثيرابي ويحول المريض في خلال 24 ساعه. وده نوع من الفارماكو انفيزيف، وبرده ثبت ان هو ناجح جدا لان انت الحقيقه بتخلي برده العيان يبقى ريبرفيوزد ان ذا بروبر تايم. انا كان عندي رساله دكتوراه في معهد ناصر الحقيقه، وقدرت ان انا نحمل زي بايلوت ستادي كده، قارنا ما بين مجموعتين، مجموعة قبل ما نعمل الهب بعدها، وقلنا عايزين نشوف هل السيستم ما بيتعمل، هل ده بيأثر فعلا على البراكتس بتاعنا ولا لا. وكان الكلاستر متكونة من مستشفى معهد ناصر كهب، وحواليه أربع مستشفيات ما فيهاش أسطرة لكن بتاعت العيانين عن طريق عربيات الإسعاف في شمال القاهرة، في شراء بتخدم حوالي 500,000 مواطن. قدرنا نقارن الدور تو بالون قبل وبعد، الحقيقة حصل فيه significant reduction. الإنسان كان بيعودها في الرعاية قلت من 3 أيام ليومين فقط، نتيجة طبعا الimprovement in his clinical condition. استخدام الستريبتوكينيز قل من 36% الى 7% بس لصالح زياده البرايمري بي سي اي، وده انعكس الحقيقه على المورتاليتي ريت اللي قدرنا ان احنا نبين انها نزلت من 6.4% قبل ما نعمل، نزلت ل 2.8% ان هوسبيتال مورتاليتي. وده الحقيقه يبين ان this يعني STEMI network is feasible and it can lead to improvement in patients outcomes. واحنا حاليا بنفكر ازاي ان المنظومه دي تنتشر على مستوى المحافظات كلها، وزي ما حضراتكم شايفين في الجدول ده كل محافظه مكتوب قدام عدد السكان وعدد المستشفيات. احنا نغطي النسبة العالية لكل مليون مواطن يبقى ليه مركز، يعني احنا عايزين مثلا في الأهلية يبقى عندنا تقريبا 6 مراكز بتشتغل برايمري بي سي اي، انا بتكلم طبعا عن مراكز حكومية عشان نغطي ال6 مليون مواطن اللي في الأهلية دول. ما عندناش منهم دلوقتي اكتر من يمكن 1 أو 2، في محافظات كتير جدا زي دمياط، زي السويس، مرسى مطروح، البحر الاحمر، بورسعيد، ما فيهمش برايمري بي سي اي لغايه النهارده، ما فيهمش ولا مركز. وبالتالي نوصل يبقى عندنا في على الاقل في مش هقول 100 مركز لل100 مليون،
على الأقل يبقى من 60 ل 62 مركز. ويمكن أنا لما بعرض السلايد دي قدام الأجانب أوريهم إن على قد ما مصر تقريبا كمساحة كبيرة، لكن السكان الحقيقة بيتركزوا في 5% بس من مساحة الأرض، وبالتالي ما عندنا يعني ما أعتقدش إن في ولا مواطن بعيد عن مراكز القسطرة الكبيرة في المحافظات، ودي كلنا احنا عارفينها ولمستها ان احنا اوفر كراودد في مساحة صغيرة جدا من الارض، وبالتالي ما عندناش بقى مشكلة ان مساحات ومسافات وطيارات هليكوبتر مش محتاجين الحمد لله الحاجات دي. الجدول ده او الخريطة ده برضو عندنا تقريبا 1000 interventional cardiologist، بينما لو خدنا النسبة في ألمانيا احنا عايزين النسبة المفروض ان احنا عندنا عجز في عدد الدكاترة، وكمان الألف دول مش متوزعين صح، معظمهم في العواصم وعواصم المحافظات وهكذا، فطبعا ده اول مشكلة. تاني مشكلة هو عدد فعلا مراكز القسطرة، احنا بالكتير قوي عندنا 200 مركز قسطرة، بينما لو أخذنا لو النسبة قارنا نفسنا بالنسبة في ألمانيا المفروض يكون عندنا 500 مركز قسطرة. البرايم طيب احنا بنعمل الوقت ده البيبر دي اتنشرت 2018، كنا نمبر اوف برايمري بي سي اي لحوالي 20,000 بينما احنا في السنة، بينما احنا عايزين نوصل ل60,000 في السنة. النسخة الأحدث الحقيقة صدرت من شهور قليلة، بتقول ان الانترفنشنال كارديولوجيست 1000، واحنا ترتيبنا في بالنسبة للدول الأوروبية متأخر شوية، ما احناش متقدمين، وعدد حالات القسطرة والبي سي اي في مصر تقريبا 75,000 حالة في السنة، برضو احنا من ضمن أقل الدول مقارنة بأوروبا، وكويس إن احنا بنقارن نفسنا دايما بأوروبا عشان يبقى عندنا تطلعات للأحسن. ما نقدرش نقارن نفسنا بأفريقيا لأن احنا بعيد جدا عن أفريقيا الحمد لله، لكن دايما احنا بنبص لأوروبا. ابتدينا قبل الستين سيف لايف، فاكرين الرقم كان 2900، النهارده بنتكلم 30,000، وزي ما كلكم بقى دلوقتي اكيد فاكرين الرقم، احنا عايزين نوصل ل60,000، يعني تقريبا 600 لكل، يعني اعتقد بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه اعتقد ممكن يحصل، وده اللي خلانا ان احنا نقابل كتير من يعني القوى السياسيه في مصر، من وزاره الصحه لمستشار رئيس الجمهوريه دكتور عوض تاج الدين، رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب، رئيس لجنه الصحه في شيوخ، ومجموعه من تحيا مصر، وقدمنا لهم خطه الحقيقه وقلنا لهم احنا عايزين نفعل نزود معدل استخدام الاسطرانيه، يبقى في بروتوكول مسؤول عنها الدولة، نطور مرفق الإسعاف، طبعا ما حدش فينا البرفورمانس بتاع عربيات الإسعاف، وبرنامج لزيادة الوعي والتثقيف الصحي عشان نزود برضو وعي المواطن بأنه يروح للمستشفى وأنه ما يستناش في البيت وعنده وجع في صدره، وأخيرا طبعا وليس أخيرا البرنامج للوقاية الأولية قبل ما نوصل لمرحلة الجلطة. من اتجاهاتنا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وده اللي خلى الحقيقة وزارة الصحة تتحرك مؤخرا، وأعلنوا عن خطة أنهم عايزين
يزودوا فعلا عدد المراكز في مصر اللي بتقدم الخدمه دي البرايمري بي سي اي، وهم they are well aware now ان ده مهم. المراكز دي ولك ان تتصور ان احنا بنتكلم على 50 مركز ان شاء الله في خلال سنه او سنتين يكونوا بينضموا للمنظومه بتاعه البرايمري بي سي اي. وانا علمت هنا على الدقهليه، اعتقد ان المنصوره الدولي اذا ما كانتش ابتدت فعلا فهي على وشك انها تبقى من ضمن المراكز اللي محطوطه. ومعانا تخصصي دلوقتي بيركبوا في جهاز القسطره الدكتور سامح، والتامين الصحي كمان ركب الجهاز، يعني على الاقل هيبقى في المنصوره اربعه، يعني حاجه جفرنمنتال يعني حكومي، غير الخاص طبعا بيشتغل برايمر كمان بي سي اي. الله ينور، دي يعني قريب جدا هيبقى في اربعه سنتر ان شاء الله في المنصوره، يعني ان شاء الله. يا ريت بقى نقعد مع بعض ونقسم، يبقى فيه خريطه ده اللي انا بقول لحضرتك عليه في الاجتماع ان شاء الله اللي هنعمله، ان هنجيب وكيل وزاره الصحه في الدقهليه ورؤساء اقسام القلب، ويمكن هم بالفعل انا كلمتهم عندهم فكره، ومديرين المستشفيات مع مرفق الاسعاف، ونقعد ويتحط خطه الشغل ايه. الله ينور عليك. ايه المستشفيات اللي هتشتغل 24 اور 7 دايز، ايه اللي هيشتغل يومين بس في الاسبوع، ايه اللي هيشتغل نص يوم، بحيث ان يبقى الموضوع متوزع ومعروف في كل السبوكس هو لما يبقى عنده حاله هيحولها فين في كل يوم ان شاء الله. بالظبط كده، مهم ان شاء الله لما حضرتك تشرفنا ان شاء الله. ان شاء الله، وده الغرض من البرنامج اللي احنا بنعمله دلوقتي بالتعاون مع استنسيف لايف جلوبال. احنا قابلنا الدكتور توماس وجالنا وقعد في القاهره الحقيقه يومين، وابدا طبعا جابه بالحقيقه بالشغل اللي اتعمل في عين شمس وفي الاسماعيليه. كان نفسنا يجي المنصوره دكتور سامح، كنا عاملين له ترتيب حلو قوي، وهيجي تاني ان شاء الله. فاحنا هنرتب الزياره ان هو يجي تاني باذن الله، لان احنا برضو عايزين نجيب السوفت وير بتاعهم، بحيث ان احنا السوفت وير ده يبقى فعلا حاجه بروفيشنال بقى على اعلى مستوى، بحيث الداتا كلها ما تروحش مننا بقى ان شاء الله. ماشيين في خطه التريننج والكونتينوس ميديكيشن، وزي ما قلت لك يا دكتور احمد ان احنا بنحاول ان احنا نعمل better data establishment and data analysis. بعد كده احنا هنعمل accreditation المتميزة، بحيث يبقى فيه مراكز ونحط criteria مركز اللي يبقى accredited ان هو يبقى extensive life center. محتاجين ان احنا نعمل شغل مع عربيات الاسعاف، مع هيئة الاسعاف المصرية، وهم الحقيقة أبدوا استعداد ان احنا يبقى فيه تعاون بيننا. واخيرا حمله بقى للمريض، احنا بنعمل كل ده للمريض، وساعات المريض هو اللي بيخذلنا، هو اللي ما بيروحش للمستشفى بيروح. فده اللي خلانا اخيرا ان احنا نعمل الميتنج ده. بنحضر نوع من حملات التوعيه بالعربي طبعا، كرتون افلام تنزل على السوشيال ميديا بنحاول نرتب لها. ان شاء الله يبقى عمل ناجح باذن الله بالتعاون مع كثير من الزملاء ومع حضراتكم باذن الله. بشكركم على حسن طبعا. شكرا جزيلا. مجهود مشكور من حضرتك دكتور سامح، يعني صراحه حضرتك اثرت موضوع مهم جدا وفيري فيري كريتيكال، وان شاء الله يعني بتعاون الجميع نوصل للنسبه اللي حضرتك يعني قلت عليها ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله هرتب فرصه دكتور امل شرف معانا هنا على الجروب، هنرتب ان شاء الله الميتنج في وقته قريب، وان شاء الله يعني يكون مثمر بحضور جميع المستشفيات الدقهليه والسنتر، سواء اللي هتشتغل برايمري او اللي هتبقى سبوكس وهتبعت لنا الحالات ان شاء الله. لان انا شايف الحقيقه ان الوعي بيزيد، وان الناس كلها دلوقتي بقت يعني تعرف دعامه الحياه وتؤمن بالمستشفيات السنترز اللي بتشتغل 24/7. يهمنا بس ان احنا نعمل المنظومه انها المستشفيات الصغيره بقى، اللي هو بيجي له حاله في اليوم او حاله كل اسبوع او حاله كل اسبوعين وبيحتار في تشخيصها. الناس دي فعلا محتاجين ان احنا ناخدهم معانا بقى في الـ البروجكت ده ان شاء الله. شكرا دكتور سامح. شكرا يا باشا. طبعا يعني يسعدني دلوقتي ان انا اقدم الدكتور شادي حسين، مدرس امراض القلب في كليه الطب المنصوره، واحد من انشط الناس في القسم في الكونتينوس ميديكال ايدوكيشن وفي الساينتفك اكتيفيتيز،
هو ان شاء الله هيكلمنا عن المنصوره يونيفرسيتي فيجن تو سيف لايف. اتفضل دكتور شادي. شكرا دكتور احمد. الاول انا برحب بيكم جميعا، حابب اشكر الزملاء اللي شرفونا النهارده، طبعا معانا الدكتور محمود يوسف والدكتور نادر الشحات والدكتور احمد وفا والدكتور محب، ومعانا الدكتور عبد السلام الجمل، وحابب اشكر زمايلي الدكتور عبد الله وعادل واحمد بدير اللي جهزوا المحاضرات اللي موجوده النهارده، وحابب اشكر زمايلي برضو في وزاره الصحه اللي شرفونا ولبوا الدعوه وكانوا موجودين النهارده. الحقيقه انا عاوز استغل الفرصه دي، كلمت انا اتكلفت اساسا ان انا بنسق مع المستشفيات اللي هتقوم بتحويل الحالات بتاعه الاستيمي لمستشفى البطن التخصصي لعمل البرايمري بي سي اي من خلال برنامج ستاند فور لايف. كان المطلوب ان احنا نجهز 7 أو 8 سبوك مودلز. الحقيقه انا اخترت 7 مودلز نتيجه لان رؤساء الاقسام بتوعهم من انشط الناس اللي بتشترك معانا في انشطه كتيره، وهم مشرفينا بالحضور النهارده. حابب اتكلم على المنصوره ستاند فور لايف اكسبيرينس 2021 و2022. تقريبا البروجرام اتطبق في المنصوره بقاله حوالي سنتين ونص. ده احصائيه بسيطه للحالات اللي اتعملت في 2021، 53 حاله ستيمي كيسز في 2022. تقريبا احنا لغايه دلوقتي في شهر 8 اهون 92 حاله تقريبا، الدبل. بعض الحالات استخدمت ساكشن كاسيتر، احنا بنتكلم على ضعف عدد الدعامات تقريبا 113 دعامه في نص سنه اللي هو 2022. 2021 كانوا 65 دعامه. الحالات كانت بتستخدم جلايكوبروتين 2 بي 3 اي، بتستخدم ساكشن كاسيتر، بتستخدم راديال ابروتش. البروجرام بيغطي كل الكوست بتاعه الانترفينشن دي، حالات الستاند فور لايف، مفيش ليميتيشنز لاستخدام الايكويبمنتس. دي السبوك هوسبيتالز اللي احنا اتفقنا معاها. معانا منصوره سبيشاليزد هوسبيتال تحت رئاسه الدكتوره امل شرف رئيسه الاسم، والدكتور فيصل رضوان رئيس وحده القسطره الجديده. احنا بنبارك لهم طبعا على موضوع القسطره ده، وربنا يسهل باذن الله يبقى في تعاون ما بيننا وما بينهم لتشغيل القسطره. معانا برضو مستشفى طلخه دكتور جمال عادل هو المنسق فيها، مستشفى بالاس الدكتور احمد جمال سالم، مستشفى اجا الدكتور حسام مكاوي، ميد غمر الدكتور احمد عادل نصره، نبرو الدكتور هاني سعد، واخيرا شربين الدكتور طلعت رمضان. انا طبعا بتوقع ان المنصوره والدقهليه هتبقى لها مركز متقدم جدا في تطبيق برنامج ستاند فور لايف، وده بفضل طبعا مجهودات زمايلنا في الجامعه وزمايلنا في احنا لو الوقت يسمح يا رشاد ممكن نزود كمان السبوكس دي، يعني انا ممكن اجيب لك منسق من المنزله ومن المطريه من منيه النصر، نحاول نكبر الدايره ان شاء الله. يعني احنا لو ابتدينا بكده ان شاء الله نكبر كده. وانا بس كان اللي حضرتك قلت لي تقريبا ان احنا يبقى معانا 7 أو 8 سبوكس مودلز، فانا التزمت انما لو هو في امكانيه طبعا الناس كلها ويلنج. احنا ممكن نوصل لغايه 10 لكل سبوك، كل هاب يبقى معاه 10 سبوكس. زي ان شاء الله نزودهم، وخصوصا كمان بعد المستشفيات الجديده ما تشتغل ان شاء الله. في ناس بتتواصل باذن الله بحيث ان هم يبقوا متواجدين معانا. انا مش هقول اكتر من اللي الدكتور سامح قاله، ونبتدي باذن الله الساينتفك ميتنج والمحاضرات بتاعتنا. شكرا. طبعا شكر دكتور شادي على المجهود اللي انت بذلته في الاتصال بالمستشفيات وكده. هنحدد الميعاد ان شاء الله دكتور شادي، اتفقنا مع الدكتور سامح، ويتم دعوه كل المنسقين دول ان شاء الله لحضور الميتنج. بالمناسبه موجودين معانا دلوقتي كلهم، انا طلبت منهم ان هم يبقوا متواجدين، ولو حب حد منهم ان هو يشير او يسال اي حاجه اعتقد احنا عندنا الامكانيه لكده، والدكتور سامح موجود معانا. يا ريت يا ريت نسمع منهم طبعا. اولا بنرحب بيهم يعني كل بنقول لهم ان ده بالظبط موجودين معانا دلوقتي، فلو حب حابب يستفسر عن حاجه او يسال عن حاجه يتفضل الدكتور سامح معانا اهو، بحيث ان هو يجيب على كل التساؤلات، ولو حد افتكر سؤال اثناء الميتنج نكتبه في الشات بحيث ان احنا ما نضيعش وقت ونبتدي الميتنج، والدكتور سامح هيجاوب في اخر الميتنج على كل الاسئله. هو باختصار شديد طبعا هو ان عايزين نقسم نفسنا الى مستشفيات السكه ما بينها او المسافه الزمنيه ما بينها وما بين انه يتعمل برايمري بي سي اي في مستشفى الجامعه ما تزيدش عن من 90 ل 120 دقيقه. اذا لقينا ان الوقت هيبقى اطول من كده العيان فارماكو انفيز وبالتالي فارماكو انفيز متاح
واحنا مرحبين بيه، مفيش اي مشكله فيه، مفيش اي غضاضه ان العيان ياخد ترومبوليتك ثيرابي بس يتحول لنا برضو في خلال 24 ساعه. والدكتور احمد كان طالب داتا، كان طالب داتا من المستشفيات دي بتخص السعه الاستيعابيه بتاعت المستشفيات، عدد سراير العنايه، المساحه اللي المستشفى عدد البوبوليشن اللي الناس موجوده في المنطقه اللي المستشفى بتخدمها، المسافه ما بينها وما بين مستشفى الباطنه التخصصي، وكل الداتا دي متوفره معانا دلوقتي وبرضه جاهزه دلوقتي للعرض، بس طبعا ما فيش وقت، انما عامه احنا في المنصوره ان شاء الله كادي في الاجتماع ان شاء الله. دكتور امل ريز هير هاند، فممكن تتفضل لو عايزه تتكلم. حد دكتور امل. دكتور امل شرف، ممكن يا دكتور امل تكتبي في الشات اللي حضرتك عاوزاه. طيب طيب احنا ممكن نبتدي المحاضرات والاسئله عن جماعه نجاوب عليها ممكن في الاخر. اوكي. يسعدني طبعا ان انا هقدم اول محاضره. زميلي الدكتور عبد الله الشال هيقدم لنا حاله ستيمي كيس ات از نوت اولويز ليجن. اتفضل يا دكتور عبد الله. انا هستوب شير اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا انا برحب بكل الموجودين معانا. ان شاء الله هنبدا النهارده اول كيس، هي بعنوان It is not always a lesion. دي كانت فيميل عندها 74 سنه، جاب acute sudden onset chest pain. الهيستوري بتاعها انها diabetic من 15 سنه على انسولين، hypertensive من 20 سنه، وكانت عامله aortic valve replacement من 3 سنين، وبتاخد ماريفان 5 ميلي جرام لكن with no follow up of INR level. تعمل لها ECG وزي ما احنا شايفين ST elevation inferior leads inferior STEMI. عملنا لها ايكو كان well functioning aortic valve وresting well motion in form of inferior wall hypokinesia. INR بتاعها كان 1.6 يعني ما هواش في التارجت، والكرياتينين كان 1.2. فاحنا we decide to perform primary PCI. البيشنت خدت لودنج كلوبيدو جريل 300 ملي جرام واسبرين 300 ملي جرام. بس فجاه واحده البيشنت ارستد اون في اف وهي لسه في السي سي يو، وعملنا معاها سي بي ار دي سي كارديو فيرجن، ولما ريتيرنت باك كانت راجعه على كومبليت هارت بلوك ويز انفيريور وول مايكارديال انفاركشن. البيشنت ادميتد على طول للكاس لاب وفينوس شيس انسرشن وتمبري بيس ميكر ويز انسرتد و كروناري انجيو واز دان. الليف سيستم زي ما احنا شايفين يعني نيرلي نورمال، ال دي ويز نو سبيسيفيك ليجنز، ال سيرك نورمال، ار سي اي لما صورناه زي ما احنا شايفين توتالي اوكلودد ديستال ويز ا فيلينج ديفكت ثرومباي. على طول عدينا واير في ال RCA ديستالي لل BDA، واستخدمنا suction cast لل BDA. لما استخدمنا suction cast الارتري على طول يعني على طول فتح معانا كويس جدا، واستخدمنا suction cast مره ثانيه في البوسترولاترال، والارتري برضو الحمد لله تيمي 3 with no residual lesion خالص. فده معناه غالبا ان ده كان كروناري ارتري امبوليزم اتكون على الاورتيك فالف بروسيسس. البيشنت بعد كده راحت السي سي يو هيمودايناميكال ستيبل، الهارت بلوك يعني اختفى تماما، اس تي اليفيشن نزلت، والبيس ميكر ليد ويزدرون بعد 24 ساعه. السؤال هنا كان الانتي كواجوليشن والانتي بليتلت هنعمل فيها ايه؟ الجايد لاينز طبعا جاوبت على السؤال دوت وقالت ان احنا بنشوف الاسكيميك ريسك وبنشوف البليدنج ريسك وبنشوف التريبل ثيرابي اقل وقت ممكن اللي هو اتليست 1 مانث، وممكن يبقى معايا يوصل ل 3 مانث او 6 مانث على حسب الاسكيميك ريسك والبليدنج ريسك. ودي كانت الجايد لاينز اللي قالت الكلام ده كله. البيشنت تشارجت بعد 5 ايام، ماريفان 6 ملي جرام واي ان ار 2.2. بدانا معاها كلوبيدو جريل مع الماريفان واسبوسيد واسبوسيد 75، قلنا انها نمشيها 1 مانث زي ما الجايد لاينز قالت، بعد كده هنكونتينيو على الماريفان
والكلوبيدو جريل، وكملت على الفالزارتان وروزوفاستاتين وبروتون بامب. الهوم مسج بتاعتي ان المايوكارديال انفاركشن may occur due to coronary artery embolization which may occur in patient with AF cancer and hypercoagulable state and prosthetic valves. Don't hesitate to insert a temporary pacemaker with conduction defects. Don't hesitate to use suction cath in thrombus burden. Always concern about ischemic and the bleeding risk in order to prescribe a suitable regimen of antiplatelet and anticoagulant. And thank you. Thank you, Abdullah, for your elegant case. هي surprise بالنسبة لي إن إحنا مش هنتكلم على coronary intervention وإن أنت بتتكلم على medical scenario. وده برضو يعني مش بعين أهل نتيجة كانت أحسن من أنا مش سامعك يا دكتور أحمد، مش عارف الصوت عندي بس ولا أنا ولا أنا برضه ولا شيء ولا طيب الصوت واضح كده؟ كده ممتاز. كده احسن. انت ما بتقرب طيب الميكروفون يعني انا بقول لا يعني انا بقول دكتور سامح نفس الفكره اللي حضرتك قلتها، ان العيان كده يستفيد حتى لما يتصور زي الحاله دي، ما ركبش ستنت بس انت فتحت الارتري كان توتالي اوكلودد ورجعت الفلو وحسنت الليبر فيوجن والكومبليت. في نقطة احنا كلنا عشان محمود عشان قاعدين قاعدة انترفينشن، فكلنا قلنا كرونري امبوليزم وارتفيشال فالف. عبد الله ما قالش بس العينة دي كانت سخنة، جالها كوفيد من اسبوع، جالها سرطان من اسبوع. دور على الحاجات دي قبل ما نقول كرونري امبوليزم ولا لا، لان انت عارف احنا بنشوف حالات كتيرة وارد بس كوفيد. ده وارد برضه في الديفرنشال دايجنوستيك، يمكن خلى عبد الله يقول كده ان هي اورتيك فالف والاي ان ار ما كانش في التارجت واحنا بنعمل لها الانتي، انما هي ما كانتش سخنه الاسبوع اللي قبله ولا حاجه. لا ما كانش فيه هيستوري كده يا باشا. ماشي يا عبد طيب احنا فور ذا سيك للمحاضره اللي بعدها الدكتور عادل عثمان هتبقى الاستيمي كيس الثانيه دراج اور ستنت ويتش امبروفز بيتر. اتفضل يا دكتور عادل. السلام عليكم، مساء الخير. انا بشكر حضراتكم على الـ على الـ على الميتنج المفيد ده ان شاء الله للناس كلها. انت قاعد فين؟ انت قاعد فين؟ في البيت. طيب ماشي. هو دراج اور ستنت ويتش امبروفز بيتر. الكيس بتاعتنا عباره عن 63 years old female, not diabetic, not hypertensive, presented to the ER with NEHA class 3 dyspnea. On examination, blood pressure was 100 over 70, the pulse was regular 90, cardiac examination was free, no lower limb edema, there is bilateral fine basal crepitation. The patient gave dyspnea بس في الأول. The ECG, في horizontal ST depression في anterior chest leads. The lab serial cardiac enzymes was normal, serum creatinine 1 mg per liter, hemoglobin 10. The echocardiography, dilated left ventricular internal dimension 6.3 cm. Ejection fraction 35% was global hypokinesia and moderate mitral regurg. The patient was admitted to the ICU and received intravenous rosamide and started sacubitril valsartan. Until dyspnea improved after about 72 hours and discharged on sacubitril valsartan, oral iron therapy and mild dose diuretic. 1 month later, the patient presented again to the ER, but now with chest pain, not dyspnea, started 6 hours ago. ECG revealed lead pattern anterior wall myocardial infarction. The patient transferred to the cath lab. Coronary angiography revealed mid left circumflex long lesion, mid LAD focal lesion,
RCA proximal non-significant lesion. So we decided to begin with the left circumflex. This is during fixing of left circumflex, stenting of the left circumflex. This is after revascularization, and this is stenting of the LAD. This is after stenting with LED. But after stenting with LED and left circumflex, the patient on table still has chest pain. So we decide to do cuspogram, which reveal ostial tight left main lesion. So we begin to stent for the left main. With both technique. And this is the final result. Forty-8 hours later, the patient was clinically stable and discharged on dual antiplatelet statin and sacubitril sustained to continue net. 3 months later, the patient on follow-up, the patient was more better regarding dyspnea with no chest pain. New echo reveal dilated left ventricular internal dimension 6.1, ejection fraction 41% with moderate mitral regurg. So we decide to continue on the same medication. After 6 months on follow-up, the patient was more and more better, returned completely to her normal daily activity, no dyspnea, no chest pain at all. The echo was surprised that it revealed normal dimension with ejection fraction 67% and mild mitral regurg. So the first question here, what are the contributing factors for this marvelous improvement? Is it the revascularization or sacubitril sartan? Second question, after improvement, does we continue on sacubitril sartan or stop it? We decided to continue on sacubitril sartan for about 3 months. Then after 3 months, we can take the, we decide after redoing echo again, which show still normal dimension, normal ejection fraction. So we decide to stop sacubitril sartan. Thank you. شكرا دكتور عادل. شكرا دكتور عادل. بس ليا سؤال دكتور عادل هو ليه اول مره الست دي ما تاثرتش؟ دي was considered an acute coronary syndrome with ST segment changes وحتى لو ما عندهاش chest pain لكن this is an acute coronary syndrome وده اللي خلاها تخش مره ثانيه باكيوت كرونيك سندروم يمكن اصعب من المره الاولانيه ف يعني كان في حضرتك كذا نقطه. اولا البيشنت ما كانش فيه زي ما حضرتك قلت كده ما كانش فيه شيست بين كالدسني. حاجه ثانيه كان في كوز اوف ديسني في ايجكشن فراكشن امبيرد وفي جلوبال هايبوكنيزيا وبايلاترال كيفيتيشن كانتش ستيبل ان هي تخش انجيو في ساعتها. كاردك انزيمز واز نورمال. نفس الوقت احنا ما عندناش بروتوكول ان احنا ندخل ايمرجنسي لحاله نون ستيمي. هي يعني لا مش ايمرجنسي. انت عندك لغايه اول 48 ساعه ممكن تشتغل عليهم. ما بقول لحضرتك احنا بليند ان احنا نعمل لها فعلا قرار قسطره او كده. بس طبعا ده خد وقت. هي يا دوبك 3-4 اسابيع وجت بالام اي على طول ما لحقش القرار بتاعها يخلص. لا يعني هو الدرس المستفاد للزملاء لو الحاله دي جات لك تاني بنفس السيناريو او حاله مشابهه هتعمل أسترها. نفس الحكايه ولا هتقسطرها بقى المره دي؟ او ايفن لو مفيش امكانيه للقسطره نتيجه لامور فاينانشال انا هسيبها اندر اوبزرفيشن عندي في المستشفى لغايه ما القرار بتاعها يخلص لانها ات ريسك فور مايوكارديال انفاركشن. انا ليا سؤال للدكتور عادل. استاذن بس احنا عرفنا ان هي ات ريسك بعد كده لكن بيشنت جاي ايجكشن فلكشن 30% dilated cardiomyopathy with bilateral frank crepitation, fixed ECG, ST depression, ما حصلش dynamic changes, no chest pain, normal cardiac enzymes. ما اقدرش يعني ماشي ان انا بريبيرد ان انا اخده بس هل هو emergency انها تخش حالا؟ لا هي elective. هو القرار هيبقى فيه برضه تردد شويه. انما هو انت خدت قرار من الاول عادل انها in heart failure. ليه بس انترستو الازكس؟ فين بقيت البيلر بتوع الهارت فيلير؟ ليه ما تحطوش وانت مش واخد قرار انها كورونا؟ انت خدت قرار انها هارت فيلير.
لا هي خدت ايفابرادين وخدت بقيه الحاجات، انا بس كونسنتريت على النقطتين دول على اساس ان اللازكس حسنها وعلى اساس ان الانترستو هو اللي عايز اعرف هل هو اللي حسن. لا يعني الاس جي هو الاساس، الاس جي اللي تو انهيبيتور والمينرالوكورتيكويد في الاول، احنا بنقول بس كبدايه تذكيره لبعض عشان لو حد شاف حاله بعد كده. يعني الانترستو مش ممكن هيحسنها من 30 ل 60. ايوه هو الريفاسكولاريزيشن. الحاجه الثانيه ثينك ان هو كومبايند الاثنين الريفاسكولاريزيشن برضه السكريتيفر. انا ميال لكده عادل لانه الليجنز يعني موجوده، ورغم ذلك في تيم 2 على الاقل او تيم 3 يعني التشو لا تعاني لدرجه ان الريفاسكولاريزيشن يحسنها لوحده كده يعني. بس ده كان الاوستيا ليفت مين، برضه الاوستيا ليفت مين ممكن يمبرد الفانكشن لفتره طويله. يعني هو كان موجود من الاول ولا انتوا اللي عملتوه؟ لا لا ما اعتقدش ان احنا اللي عملناه. كنا شفنا مطوه شغاله عليكم دلوقتي. ماشي. لا لا. واحده من الانديكيشنز للكرونري انجيو برضو ال في ديس فانكشن الان اكسبلايند، يعني حتى لو انا نوت سسبكتنج ان هي اكيوت كرونري سندروم او ايفن ان هي سكاميك، مجرد ان البيشنت ال في ديس فانكشن ده واحد من الانديكيشنز ان انا عارف. بس هو السؤال ان هو كان الكتيف، ما كانش ايمرجنسي يعني، هو كورك اب عادي ان هو ده انديكيشن ان احنا نكسبلود الاسكيميك كوز نفسه. بس هو كان بس هي الريزلت حلو قوي عادل، حلوه جدا يعني، وواضح ان ستي ساكنه معاك في العماره لانك بتشوفها كل اسبوعين تقريبا يعني. لا 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 والله عادل ست شهور، ما كانش كل اسبوعين ولا حاجه. عادل حاجه بس تكنيكال معلش، هو انت لما عملت الاوستر ليفت مين عشان بس الناس اللي موجوده تسمعنا يعني، كان الدعامه كم قد ايه؟ كم ملي؟ لا هو كان على قد الاوستيا ليفت مين بس، ما دخلتش ولا ال دي ولا الليفت سيركمفليكس. على اساس ان هو برضو ديسكفرد ليه بعد ما عملنا ال دي وبعد ما عملنا الليفت سيركمفليكس. دايمتر يا عادل، الدايمتر الدعامه كانت 4 في 12 يا عادل، 4 في 12 4 18 اعتقد يعني. طيب ماشي. الايفاس بقى صح يا محب؟ مرضي يا محب؟ مرضي؟ لا ما سمعتش يا باشا معلش تاني. 4-18 تمام. بس بنأكد على حتتين، اول حاجه ان احنا هنحط في الاوستا ليفت مين بس زي ما شادي قال احنا، وزي ما عادل قال وعملها انه يحط بس في الليفت مين ما يحطش في حته تاني. تاني حاجه يحط وايرين وفي الالي دي وفي الاس اكس تحسبا لاي مشاكل. لكن لو هو يعني حته البوت برضو تعليقا برضو على موضوع ان انا اضطريت اخش الالي دي، محتاج اي فصل محب ولا مش محتاج؟ لا الاوستا ليفت مين ده مش محتاج اي بس. طيب خلاص الحمد لله ماشي. الديستا ليفت مين ولا محتاج اي؟ احنا عملنا بوت وعملنا ويرين وكل ده حصل فيه. هو الايشو بتاع البوت بس الايشو ان هو احنا كلمه بوت لازم تتعامل على تكنيك. احنا لازم نعلم الناس دلوقتي اللي سمعانا ان احنا عندنا حاجه اسمها بوت سايد بوت او بوت تيس بوت، يعني مش جاست ان احنا بنعمل بوت، احنا بنرمي واير في ال 6 ونحط الدعامه لو هتحطها مضطر ليفت مين ال اي دي، وبعدين بتعمل البوت والسايد برانش في واير، وبعدين بتحط بتعمل ريوايرنج ال 6 وبعدين تعمل السايد برانش اللي هو ال 6 وبعدين تعمل الفاينل بوت. ده لو هنشتغل على فكره البوت سايد بوت. وهنحط انا بفضل ان ما احطش خالص حاجه في الليفت في ال دي او في ال 6، هحطه في الليفت مين بس. الاخيره ما اسمهاش بوت، اللي انت عملته ده هو اوبتمايزيشن، لان احنا مع هنس سايد برانش انت وسعت بالبالونه بعد كده عشان خاطر تحسنها، ويفضل الفيدرينج زي ما انت عملت. دكتور سامح كان في سؤال من الاتنديز اللي هو على استخدام الديفينيشنز بتاعت الاستيمي واللان استيمي، بيبقى في لوس ل 25% من اللان استيمي بيشنتس ويز اكلوسيف ام اي، فهل في تشانس ان احنا نابلاي الاستنسيف لايف للنان استيمي ويز سسبكتد اكلوسيف ام اي؟ لغايه دلوقتي الهاي ريسك نان ستيمي مش داخل معانا، يعني ما احناش مدخلين معانا الهاي ريسك نان ستيمي. احنا وي ار فيري ماتش ريستريكتد للاس تي اليفيشن، للاس تي اليفيشن. لكن كلينيكالي زي ما حضرتك بتقول طبعا في نان ستيمي هاي ريسك بيشنتس ذات شود بي كاتيرايزد ويذين 2 اورز، عيان عنده هارت فيلير، عيان عنده اريثمياز فيتاك انستابل، كل الحاجات دي يعني لكن مش داخل معانا. من الدكتور احمد جميل ده اللي ماسك عنايه القلب في مستشفى بالاس، وهو واحد من السبوك مودلز اللي موجوده معانا. اعتقد الدكتور سامح جاوب كده دكتور احمد على سؤالك. اهلا يا دكتور احمد. اهلا يا دكتور احمد. طيب تو ترانسفير فور ذا نيكست سبيكر وي هاف دكتور احمد بدير. هي از توكينج اباوت تشالنجينج ستيمي كيس. The title is massive norifloo. تفضل يا دكتور احمد.
The mic is yours. السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بس بحاول أعمل شير لل هتلاقي عندك يا أحمد تحت شير. افتح البرزنتيشن الأول يا أحمد. افتح البرزنتيشن. افتح البرزنتيشن الأول وبعدين أعمل شير. تمام. أنت بس مش فاتح البرزنتيشن. مش فاتح طبعا. حصل نوري فلو للشير. دكتور أمل قاعدة بالإسدال زي الفل. نورانا دكتور أمل بالإسدال. أنا سعيدة والله إن أنا معاكم النهاردة ودكتور سامح منورنا، ربنا يا دكتور أمل منورة والله، شكرا جزيلا بجد بجد. دكتور سامح ما تتخيلش، انا بشكر حضرتك جدا ودكتور اسلام شاوي والجمعيه ان المبادره دي حقيقي بجد، يعني كتر الف خيركم، يعني ربنا يا رب يجعلكم في حسناتكم فعلا. بس انقذتوا ناس كتيره والله، يعني انقذتوا حياه ناس كتيره يعني. يا رب ده دورنا واجبنا. تبتدي بقى نبتدي نطبقها فعلا على كل المستشفيات، ما تبقاش يعني ليميتد لحد معين، بحيث ان احنا فعلا يبقى كل الناس يبقى ان شاء الله تستفيد منها باذن الله. بالظبط بالظبط دكتور ان شاء الله باذن الله. دكتور امل الناس اللي كانت حريصه في التواصل معانا علشان الاشتراك في برنامج ستنسيف لايف، واعتقد ان مستشفى المنصوره التخصصي هيبقى من اوائل المستشفيات اللي هتشارك بقوه في البروجرام ده، وهم قريب جدا هيبقى عندهم جهاز قسطره، وهيبقى في برضو تعاون ما بين الجامعه وما بينهم للتريننج وتجهيز جهاز الأسطرة للشغل، وفي نفس الوقت برضو تجهزهم هم لحالات الامرجنسي وان هم يشتغلوا البرايمري بي سي ار. يا ريت التريننج يبتدي من دلوقتي والله يا دكتور شادي، ما نستناش لغايه احنا بصراحه اوريدي معظمهم يعني بالنسبه لنا يا دكتور سامح احنا ما شاء الله عندنا في الاسم تقريبا عندنا 33 طبيب قلب، منهم اربعه شغالين معاهم الام دي، وتقريبا يمكن اكتر من 10 شغالين فعلا بره برايفت بي سي اي، وكلهم بيشتغلوا بريمير بي سي اي. فانا الحمد لله هي دي من ضمن الحاجات الحمد لله، يعني مع وجود الاسطره باذن الله ان فرصتنا في ان احنا ممكن نشتغل هتبقى بسرعه جدا، يعني ان شاء الله ممكن في خلال 6 شهور بالكثير قوي ممكن باذن الله نبتدي نشتغل برايمر باذن الله. يعني ما تنسيش بقى التمريض والتكنيشنز والاي ار بيرسونال عشان دول اللي بيساعدوكم هناك. ده اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. اتفضل يلا. السلام عليكم، مساء الخير على حضراتكم جميعا اساتذتي وزمايلي، وبشكر الاستاذ الدكتور سامح شاهين، الاستاذ الدكتور محمود يوسف، الاستاذ الدكتور احمد وفا، الدكتور شادي حسين على الدعوه الكريمه. وانا كان ليا الشرف ان الدكتور سامح شاهين كان المناقشه الخارجيه للسات الدكتوراه بتاعتي في سنه 2017 مع استاذي الاستاذ دكتور عصام محفوظ. اه مظبوط يا احمد صح. برحب بحضراتكم جميعا، برحب بحضرتك يا دكتور سامح. اهلا بيك يا احمد، شرف لينا تواجدنا مع حضرتك. الله يخليك يا حبيبي. اي بريزنت كيس احمد بدير، دكتور احمد بدير دكتور سامح يعني احد الفريق بتاعنا، وهو اللي هيبقى مسؤول عن التواصل مع هيئه الاسعاف والتنسيق ما بين الجامعه والاسعاف ان شاء الله يعني. طب هايل هايل، بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله يا احمد. ان شاء الله I present a case from the daily clinical practice with some tips and the tricks in such case. We will mention a stepwise approach for opening acutely totally occluded infarct related artery. We will face no reflow phenomena in not just in one artery but in two vessels. Almost always remember that the management is not always invasive. My case is male patient, 61 years old, hypertensive smoker, not diabetic, presented to ER in non-BCI capable center with 1 hour typical ischemic chest pain and shortness of breath, blood pressure 110 over 70, pulse 72 beats per minute, regular equal on both sides. The patient was distressed with bilateral basal fine crepitations. ECG shows subtle ST segment elevation in leads 1 and the AVL with ST segment depression in few leads 2, 3 and AVF. Troponin T was positive.
Echocardiography showed resting segmental wall motion in the form of hypokinesis of LAD territory, apex, apical anterior segments, and apical third of septum. Ejection fraction was fair, about 52%, with no other significant findings. The patient was given unfractionated heparin, loading a dose of aspirin and clopidogrel with intravenous 40 milligram furosemide for shortness of breath. In our hospital, the patient arrived after 1 hour delay, was still having severe chest pain and dizziness. Medical treatment started with morphine, intravenous infusion, nitroglycerin. The patient developed runs of VT on the monitor with more hypotension, blood pressure was 80 over 50 millimeter mercury. So the decision was made to go to catheter. Coronary angiography was performed, which we can appreciate here. Totally occluded LAD at its proximal segment with possible thrombus inside. We have also totally occluded large OM branch with possible thrombus inside with filling defect. RCA was atherosclerotic and free of significant lesions. Primary PCI was decided. Guiding catheterization, then wiring of LED. At first, the wire enters into septal perforator branch, rewiring of LED. The first step was passing a deflated balloon to and fro in LED for milking of the thrombus. Try to milk the thrombus. Several trials was done using a suction caster, trying to aspirate the thrombus inside LED. Repeated balloon inflation at the totally occluded segment of the LED. All these steps, proper wiring and rewiring. Glycoprotein 2B3A was given, intravenous loading and intravenous infusion. Suction caster, multiple balloon inflation, but still no reflow in distal LED. Also, we can notice here a small size perforation from the small septal perforator artery. So the decision here to try, we keep the wire in LED, and the decision was to wire LCX and try with obtuse marginal branch, balloon inflation, suction catheter, but also no reflow. For LED, we were in doubt if the wire in the true lumen of LED, so contralateral injection was done through another access from right coronary artery to confirm that the wire not in false lumen. It revealed that the distal wire in LED was in the true lumen, as you can notice here. Another trial in LED with bigger balloon, but also with no reflow. We can observe here also, there is a slight flow in LED and also a small septal perforation, a small perforation in a septal branch. At this moment, hemodynamics were good, blood pressure 110 over 70 on vasopressor, norepinephrine. Chest pain was mild, degree 3 over 10. So the decision was to terminate the procedure, continue intravenous infusion of glycoprotein 2B3A inhibitor and norepinephrine, and the surgical consultation was done. The cardiothoracic surgeon didn't want to operate in the same day due to poor hemodynamics. The blood pressure was 110 over 70 on vasopressor. Also, we have two totally occluded vessels, so the surgical scores, either Euro score or STS score, were high. After consultation with the heart team consultation, also with the family and the relatives of the patient, treatment to continue with follow-up of hemodynamics and general condition of the patient.
Fortunately, after the procedure by 24 hours, the patient was doing well. The hemodynamics improved, blood pressure 120 over 70 without inotropes, good urine output, stable renal function, good post-procedure echo, no pericardial effusion. As we mentioned before, there is a small-sized perforation, still first systolic function and the same segmental wall motion abnormality. Only mild chest pain. Due to this great improvement in patient condition, the decision was made with the surgeon to postpone surgery and repeat coronary angiography 1 week later. The patient kept on a guideline-directed medical therapy in the form of low molecular weight heparin, DAP, statin, small dose beta blocker S inhibitor, mineralocorticoid receptor antagonist and nitrates. Repeated coronary angiography 1 week later. This is a coronary angiography 1 week later. Fortunately, restoration of blood flow in LAD completely and also in obtuse marginal branch. There is atheroma, borderline atheroma in mid-LAD at the site of total occlusion, as you can notice here in mid-LAD. At this moment, the patient was hemodynamically stable, almost free of chest pain. We were in doubt about the significance of LAD lesion, so we kept the patient on optimal medical therapy, and we decide to do another coronary angiography 1 month later. This is a coronary angiography 1 month later, which revealed improvement of the lesion. Still, there is atheroma about 20% in mid-LAD. Also, occlusion of or sealing of the small-sized perforation in septal perforator branch. Also, restoration of distal blood flow in obtuse marginal branch. My take-home message, early invasive strategy is the gold standard for STEMI management. Noriflow phenomena is inevitable, but you have to do your best to avoid it. Never to stent in complete Noriflow. Guideline-directed medical therapy may be enough to save the patient's life. Not every angiographically occluded artery is really occluded. Almost always remember myocardial infarction with non-obstructive coronaries. Thank you. أحمد طبعا شكرا على الحلقة very very interesting. بس هو السؤال هل دي تعتبر نوروفلو يعني ولا إيه يعني إحنا متعودين نوروفلو عيان ركبتوا له ستنت. قصدك شفت ترومبوس يعني؟ آه. هو انت ستيل بتعمل ترايلز بالستيب وايز ابروتش بكل الميجرز ويعني ممكن يبقى فيه ديستال فلو بسيط او ايفن برضه نوري فلو. هو ده برضه اسمه نوري فلو نفس المسمى، مش لازم يبقى افتر ستينتنج. الحاجات كلها جميله على فكره، بس ولا حاله ستيب فلايت على فكره. يعني كنا عايزين نقدم اي حاله سنت فلاف عشان دكتور سامح بيه، بس هي لا بالعكس يعني. بالعكس نادر، انا شايف ان المسجز هنا قويه لا انا برضو عايز اعلق على الحاله دي. شايف طبعا ان النوري فلو هنا يعني في حاجات انا متفق معاك فيها وفي حاجات لا. اولا احنا كان لازم نصبر على النوري فلو ده اكتر من كده، وكان لازم ان احنا نستخدم الاسبريشن كاتستر. أنا ساعات بستخدمها أكتر من 10 مرات، وفي المرة العشرة هي اللي بتجيب فلو ويبتدي الفلو يتحسن. لازم نستخدم الأسلحة بتاعت النوري فلو زي الأيزوبتين، زي الإنتراكورونري أيزوبتين، زي الإنتراكورونري إبينفرين. والحاجات دي في بعض الأحيان لما بيبقى يعني تعبنا وحسينا إن في بيرزيستنت أو إكزيستنت نوري فلو بتجيب نتيجة كويسة، وده اللي خلى العيان على تاني يحس ان هي الموضوع مساله موضوع تصبر. الحاجه الثانيه طبعا انا اتبسطت ان الجراح ما رضيش يعملها، لان this is a contraindication to do surgery in a patient with no reflow. لان لو حط ليما على LED اصلا ما فيهوش فلو، يو ويل
يعني والهارم كويس ان الجراح الحمد لله يعني ربنا هداه وما قالش اخده اعمله. فدي الحاجتين اللي عايزين ننتبه ليها، ان النوري فلو ده it takes time to improve. بندي انترا كورونري 2B3A، بندي انترا كورونري وانترا كورونري مش في الجايدنج كاثتر، عن طريق بالونه او عن طريق المايكرو كاثتر، انه هي وسط المايكرو سيركيليشن. بالطريقه دي ممكن قوي كان العيان فعلا يتحسن في نفسه، لكن الحمد لله انه اتحسن تاني يوم. فاي ثينك ان ده يعني او في القسطره بعد اسبوع، اي ثينك ان ده يثبت ان هي فعلا كان مسك موري فلو. فبحييك، حاله جميله جدا فعلا. راي حضرتك يا دكتور سامح في الانترا كرونري انتجرلين الابتيفاتايد، لانه هو يعني الكلام ان هو اكتر بندي انترا فينوس سواء اللودنج او الانترا فينوس انفيوز. بص، هو ما لهوش بيبرز كتيره، لكن احنا جربناه يعني وي هاف جود اكسبيرينس ان انترا كورونري اللودنج دوز، بس اللودنج دوز اوبرنج، بعدين بتكمل انترا بس جوه القسطره، فانت مش هتخسر حاجه، ان انت بالعكس بيبقى اسرع. في ناس بيقول لك ان ال 2 بي 3 ده از نوت ا ثرومبوليتيك ثيرابي، فبيدوا سمول دوزز اوف ستريبتوكينيز، الأتراك بالذات بيدوا small doses of ستريبتوكينيز 100,000 وحدة بيدوها intracoronary برضو، وبيقولوا انها دي بتجيب نتائج كويسة. فأقصد أقول ان نوري فلو للأسف it is بنسميه ده أكيلس هيل، اللي هو يعني العقدة بتاعتنا في البرايمري بي سي آي، لكن مطلوب الصبر وان احنا نستخدم medical treatment فيه، والأسبيريشن زي ما أقول لك ساعات بعد 10 مرة الفلو بيشتغل تاني. دكتور سامح، يمكن او ممكن اقول اخد الكلمه من حضرتك، اسمه هو اسمه inevitable complication. هو inevitable complication يعني هي ممكن يحصل في اي سيناريو، unpredictable كمان. وكنت قدمت حوالي 20 حاله مره في برزنتيشن، سيناريوهات مختلفه كلها مرتبطه، ايج مختلف، والحقيقه برضو ام اي مختلفه وليجنز مختلفه، وكان النور فلو بيحصل فيها برغم ان التوقعات بتبقى ممكن ميبقاش فيه فلو زي سمول ترومبس بيردن. الايشو بس الحته بتاعت ان انا استخدم الاسلحه كلها، طبعا ده مهم عشان خاطر ما يتقالش ان انا ما عملتش الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، وما يتقالش ان انا عملتش البريبريشن او البري كونديشننج كويس، واحيانا حتى البوست كونديشننج عليه كلام او عليه بيبرز قديمه. لكن وانس انت عملت كل حاجه وحصل نور فلو، يبقى انت عملت اللي عليك. معايا بس تعليق وباكد على كلام احمد، ان الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي الادرس او التاروفيبان ما بيستخدمش انترا كرونري، هو الابتيفيبتايد الانترلين دبل بولس في الانترا كرونري، ده عليه داتا واضحه. وبعدين بعديه انترا فينوس انفيوجن، لكن التاروفيبان اللي هو متوفر حاليا ماليش اي داتا انترا كرونري، برغم ان هو بيستخدم على نطاق واسع انترا كرونري، وبرغم ان كل الداتا اللي كانت مستخدمه فيه انترا كرونري ما عملتش اي فاليو. بيستخدم انترا فينوس لودينج وانترا فينوس مينترنس، اللي هو التايروفيبان اللي هو الارستات. يعني دكتور سامح، الحاله دي رايك وبرضه احمد بدير هتمشي على دول انتي بليتلتس بس، ولا تحب في الحالات اللي زي دي ناخد سمول دوز من الاورال انتيكواجولانت على اساس ان الثرومبس بيردن كان عالي فيها وفيها هاي ثرومبوتيك بيردن؟ يعني ده وارد، ولو ان اعتقد ان الفلو وانس ان هو ريزيومد يعني ما اعتقدش ان هو بيرجع تاني طالما انت ماشي على ديول انتي ثيرابي. بس طبعا نفضل التيكاجريلور مع الاسبرين. ولو انت شايف ان هو هاي ريسك اوف، لو انت مثلا كنت حطيت ستنت ديفينتلي اي كود اد ا سمول دوز اوف ريوكسابان 2.5 ملغ بي اي دي، او لو العين عنده اذر ريسك فاكتورز. لكن I think for this patient maybe I will suffice with ticagrelor and aspirin. Question من الدكتور أحمد الشواف للدكتور أحمد بدير، بيقول له كان بريدج ولا لا، هل في مايوكارديال بريدج في الميدل اي دي؟ هي كانت أثيروما، والدليل ان هو بعد الانجيوغرافي 1 month later this أثيروما improves. فهي لو كانت بريدج ما كانش يحصل اي امبروفمنت. يعني ما كانتش كوفيد برضو يا احمد، او يعني فيها بوسيبيليتي اوف كوفيد وهايبر كواجل؟ لا ما كانش فيها الكلام ده، غريب ان احنا شفنا فيري هاي ريت. اصل ما فيش ليجن موجود خالص، وهيلثي كورونر ارتري،
ويحصل ماسيف ثرومبوزس في تو لارج ايبيكارديال ارتريز ال ال اي دي وال ال 6 فده يخلينا نفكر ان عندي يبقى فيها اندرلاينج هايبر كواجولابل ستيت. يعني الدكتور احمد جمال برضو حاطط انبوت كويس جدا على الجزئيه بتاعه الانترا كرانري انجكشن اوف دراجز في قصه الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. قال برضو ان استخدام الانترا كرانري فايبرينوليتيك ماي سولف ديس قال عليها لا دكتور سامح قال عليها الاتراك منزلين كذا بيبر فيها وبيقولوا انه جايبين نتائج كويسه قوي. فاحنا قلنا لهم احنا اولى بالستريبتوكينيز بصراحه. احمد كان عنده حاله كده, احمد جمال سالم كان عرض حاله نفس السيناريو كده وده انترا كرونري ثرومبوليتيك فعلا. فاعتقد برضو يعني هيبقى فيها ايشو بالنسبه للالدرلي, ولو هستخدم برضو جلايكوبروتين 2 بي 3 اي يعني قصه البليدنج برضو لازم طبعا. لا طبعا كويس صحيح. شكرا يا احمد. حاله التيكا جريلور كمان في حالات الاكيوت كرونري سندروم مع استخدام الانترا كرونري فايبرينوليتيك اعتقد ان هيبقى فيه برضو ريسك اوف بليدنج عالي. بس عمليه ملاحظه ليه ملاحظه ان معظم الحالات بنستخدم كلوبيدو جريل مع انها اكيوت كرونري والكلام كله في الجايد لاينز دلوقتي للتيكا وده ماشي مع 7% بس هما اللي استخدموا تيكا جريلور. فاكر يا احمد 1500 حاله 7% بس تيكا جريلور و94% او 93% بنصح انتوا سامح ان ده يتغير يعني في البريس. ده اسمه يا دكتور احمد بريسكريبشن انرشيا وده لاج غير طبيعي. احنا مش عارف ايه اللي موجود ما بين اليونج دكتورز واليونج فيزيشنز اللي بيستقبلوا الحالات في العنايات او في المجامعه او في مراكز القلب لحد اللحظه دي. في افتكر ده هيبقى جزء من نقاطنا دكتور سامح بالتوعيه والتدريب في الاماكن اللي هي هتبقى سبوكس اللي هو هاو تو مانج الاكيوت كورونري سندروم عنده على بال ما هيبعته او هيديله الثرومبوليتيك ويرجع يبعته تاني. يعني افتكر ده جزء من ان شاء الله من الحاجات المهمه جدا ان شاء الله. دكتور سامح بس بعد اذن حضرتك انا طبعا بشكر طبعا جامعه المنصوره طبعا والاسم القلب على ان هم السنتر فور لايف اللي هم مشاركين فيها ودي طبعا حاجه كويسه جدا. يعني هي النقطه بس اللي عاوزه بس اكد على حضرتك, حضرتك قلت ان احنا بنخدم 6 مليون, الحقيقه ان احنا المنصوره بتخدم 10 مليون بيجينا من دمياط والمحله القريبه وبعد الاماكن 6 وشويه دقهليه وتقريبا 3 وشويه كفر الشيخ. انا بيجي لي تقريبا يمكن كل اسبوع ما لا يقل عن 3 4 حالات من كفر الشيخ. هو دمياط مركز دمياط اعتقد عاد بيغطيهم, المحله برضو قعدوا بيغطوهم, لكن هي فعلا يمكن المحافظه اللي جنبنا اللي فعلا فيها ديفكت جامد جدا في موضوع الكاردياك سنترز هي كفر الشيخ. عشان كده حتى حالات شوف الدكتور رضا بيوم يا دكتور سامح لان هم عندهم قسطره دلوقتي ليه ايه اللي معطلهم ان هم يشتغلوا برايمر وينضموا للمنظومه. فهي دي فهو احنا فعلا المنصوره بتخدم 10 مليون نسمه في المحافظه. يبقى بالحسبه كده انتوا عايزين 10 مراكز في المنصوره. مظبوط فعلا كده. النقطه الثانيه الاهليه عموما يعني النقطه الثانيه ان انا طبعا اسم القلب جامعه المنصوره مشهور جدا جدا طبعا على حكايه ان هو بيشتغلوا سنتر فور لايف, بس هو للاسف ان هم لحد دلوقتي لسه بيشتغلوا في الثلاث ايام اللي هم الاستقبال بتاعهم بس. انت لو مش عارف حضرتك عندك فكره ولا لا لا لا, لا 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 بنشتغل الاسبوع كله. لا 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 بنستقبل الحالات الاسبوع كله البرايمر وفي بيبقى بيد في سنتر فور لايف وفي تامين. لا السبع ايام لا لا مال الثلاث ايام التانيين المقفول الثلاث ايام دول اللي هم الاستقبال الرسمي. واحنا الاستقبال عندنا في المنصوره متقسم على المستشفيات دكتور سامح. لا يعني لا بس لو حاله برايمري لو حاله ام اي بعتها في اي يوم بتدخل ستنت فور لايف او بتدفع نقد. طب كويس تخش ستنت فور لايف تخش في نفس اليوم. أيوة يعني نفس لو اي حدا حاله اثنين او جمعه طبعا بعتها لحضرتك في اي وقت 24/7 لازم يبقى في بقى تليفون انت هتنظمي بقى ما هو هيبقى في اتصال بيننا. ده اللي احنا هنسيب له دكتور سامح في الاجتماع ان شاء الله ان لازم يبقى تمام. اصل هو فعلا دكتور سامح يعني انا دلوقتي امبارح جمعت كل الحالات اللي جات لي في خلال الست شهور اللي فاتت من 1/2/2022 لحد 1/8/22 انا جات لي 100 حاله اكيوت كورونري سندروم, منهم 50 حاله ستيمي وتقريبا 45 حاله ان ستيبل و15 حاله نون ستيبل. ال 50 حاله اللي استمي هم بس تقريبا اللي بقى قدر ان يستريبت وبقى سكسسفل ستريبت سكسسفل ترومبوليتيك يمكن تقريبا 35, الباقيين يا اما ان هم كانوا كونتر انديكيتد ما ياخدوش
يا اما ان هم كانوا جايين لي بعد ما الويندو عدت وكانوا مزد، يا اما ان هو كان حصل لهم او خدهم وحصل منهم حصل له كومبليكيشن. وفعلا دكتور سامح مفيش فعلا حاجه اصعب على الدكتور ان هو يشوف عيان قدامه بيتحول يا اما مايوباثيك يا اما بيتحول يجي له كارديوجينيك شوك او يجي له اكيوت بلمونري اديما، وانت قاعد مكتوف الايدي وما انتش عارف تعمل له حاجه. بالظبط، والاسطره جنبك على بعد يعني ساعه او ساعتين ممكن عينك. بالظبط كده، يعني انا فعلا بجد ببقى ساعتها قاعده وفعلا الواحد يعني حزين. تخيل انت حضرتك لما حاله تخش عندي اكستنسيف انتيريور ام اي وبعد كده دينا ستريبت ماشي، فالستريبت ما جابش معاه نتيجه وبقى فيلد ثرومبوليتيك. طيب انا مفيش في حاجه هو ده بقى فايده البرنامج ده دكتوره امل، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو انا نفسي لحد بقى ان شاء الله لحد ما احنا فعلا بس الاسطره عندنا تركب ونبتدي نشتغل، يبقى فعلا ان احنا ان شاء الله يبقى في مكان ساعتها بالتليفون على طول. بس احنا هنحتاج يا دكتوره امل ان العيان يرجع مكانه تاني، لان هي المشكله عندنا في البطنه في الاماكن السراير. عادي مفيش مشاكل، انا ما عنديش مشكله. والماتيريال يا احمد، والماتيريال والماتيريال طبعا الريت عندنا كتير يا دكتوره امل، لدرجه ان احيانا ما بلاقيش ساكشن كاس. وهو ده بقى الستنت، ما انا هو دي اللي مطلوب من الدكتور سامح، انك انتوا تكتروا الاسم القلب في جامعه المنصوره على هذا الاساس. احنا دلوقتي بنخدم 10 مليون نسمه، انا كسنتر لوحدي انا بيجي لي زي ما قلت لحضرتك في 6 شهور جات لي اكتر من 50 حاله استيمي. تخيل بقى ان دي كل مستشفى، المستشفى الدولي بيجي لها نفس العدد، مستشفى التامين الصحي ممكن عدد اكبر. هي المشكله طبعاً في السبلاي، المشكله في السبلاي. لو احنا يعني السبلاي برضو يا دكتور احمد، يعني عين شمس لما كان عندهم مشكله في السبلاي عشان قرار الشراء الموحد كان معطلهم شويه لغوا لسه الالكتيف، لان ده اولى. يعني كل السبلاي بيروح للبرايمري. ما بنقدرش يا دكتور تامر، ما بنقدرش، لان انت بعت لك قوائم انتظار وبعت لك حالات وازاي ما اتعملتش وليه ما اتعملتش. لانه انت عندك البرايمري بي سي اي ده هو اللي سيف. احيانا اللي فعلا بنعمل كده وبنوقف الالكتيف وبنقول الموجود ده للبرايمري بس، احيانا بنعمل كده فعلا مضطرين يعني. لغايه طبعا ما الفلو بتاع الاكويبمنتس يبقى ثابت، وده طبعا وده ياكد دكتور سامح اهميه ان الموضوع ياخد الصبغه القوميه، او زي ما انت قلت يبقى مشروع قومي. زي ما حضرتك قلت ده احنا رحنا قابلنا مجلس الشعب ومجلس الشورى والبتاع، لازم يبقى ليه اولويه زي ما عملوا مع فيروس سي كده. شكلك انت مش مقتنعين، بس احنا نفسنا فعلا ان هي تتحط تبقى مبادره رئيسيه، لكن هم خايفين انهم تحطوا تحت ضغط ان العيان يجي الساعه 3 الصبح ويبقى معمول بروباجندا وهيصه ان لازم يتنقل بعربيه اسعاف ويحصل مشكله. عربيه اسعاف ما تجيش، يروح المستشفى ما تبقى مش مفتوحه، مفيش اكويبمنت، لان احنا مش زي فيروس سي. فيروس سي مشكله كانت سهله قوي، ان ده عيان كرونيك بياخد معاد واثنين وثلاثه، لكن انت بالنسبه لك العيان في اول ساعه اول ساعتين. هو دكتور سامح بعد اذن حضرتك، حكايه ان انا استمي ما هيش انكلودنج في البرنامج ده عندنا في مصر بس ولا على المستوى العالم؟ لا طبعا ده في مصر بس، لكن على مستوى العالم ده بيعامل المريض ده على اقصى درجات. اصل هو المنطق والعقل يقول ان انا استمي اولى، لان انا الاستمي انا ممكن اديله ستريبت، لكن ان انا استمي ده يعني انا دلوقتي ما انا حتى كمان مش قادر اديله ستريبت. فانا اعتقد ان احنا ندخله في برنامج. انا عايز اقول لحضرتك ان ال 35 عيان اللي اخذ ستريبتوكينيز وباين ان هو نجح لازم يتاثر برضه ويتعمل له برايمري خلال 24 ساعه. صح مظبوط، واحنا فعلا بنمشي بقى في الاجراءات بعد كده، يا اما النفى يا اما التامين، بنحاول ان احنا تاني يوم نعمل له القرار على طول. هي افتكر دكتوره امل هتبقى ستيب باي ستيب، يعني احنا بس نقدر نغطي الاستيمي. افتكر ان شاء الله يعني لو الموضوع كمل في الاستيمي هيبقى فتحه ان هو بعد كده النون استيمي يعني ان شاء الله. هي بدايه طبعا بدايه جميله، وبجد فعلا تشكركم جماعكم عليها بصراحه، يعني لانه فعلا قهرناك يا دكتور سامح. معلش لا انا مبسوط والله، كان يوم ناجح ويوم دكتور سامح، واتبسطت ان انا شفت الزملاء كلهم. انا عايز اسال حضرتك سؤال بس يا دكتور سامح، ممكن؟ اتفضل دكتور محمود. هل ممكن في المستقبل ندخل مراكز القسطره البرايفت في الاستنت فور لايف عشان نحل مشكله سرقه الحالات؟ لا ده قرار سياسي، وكان ابتداه الدكتور اسماعيل سلام الله يمسيه بالخير في فتره ما كان ماسك، ان هو حط لسته اسعار، والمستشفى الخاص اللي عايزه تتعامل بنسبه الاسعار دي كاسطره او ككورونري انجو او بي سي اي لو قبلت اهلا وسهلا. هم يقبلهم لان الريت هيقل جدا عندهم.
دي فكره جميله جدا. زي قوائم الانتظار، ما قوائم الانتظار دلوقتي بتروح للمستشفيات وعشان بس احنا عشان حكايه الريفيرال فيز اللي بتتعمل لو خد حاله يعني عشان ما نجبرهمش على فعل الغلط. والله لو قعدنا مع وكيل وزاره الصحه في المنصوره نثير هذه النقطه. ماشي مفيش مشكله، مفيش مشكله، هو يصعدها يعني ياخد بيها قرار، لان أي برضه أي ممكن تبقى كل محافظه ليها يعني مشاكلها. طيب ماشي نطرحها دي ان شاء الله دكتور سامي. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور سامح، شكرا جزيلا للاستاذ دكتور محمود يوسف، دكتور نادر الشحات، دكتور شريف شايفه دخل في الاخر، كل الزملاء دكتور عبد السلام، عبد الله، احمد، كل الزملاء من مستشفيات الصحه، دكتور عبد الشرف، وان شاء الله على امل لقاء فيزيكال قريب مع الدكتور سامح ان شاء الله. ان شاء الله. انا اللي متشكر ليكم جدا، وكان يوم ناجح ويوم جميل، والحالات كلها يعني فيها دروس مفيده، ومبسوط ان انا شفت الاساتذه كلهم وزمايلي كلهم. دايما بالتوفيق ان شاء الله، ونشكر طبعا ايكم على المجهود الكبير اللي عاملينه في تنظيم اليوم ده. شكرا.